أهلا بكم. كشفت الفنانة المصرية فرح الزاهد شقيقة النجمة هنا الزاهد بتفاصيل تجربتها مع الوسواس القهري، مؤكدة أنه ليس مرضا في الأساس أو كما يعتقد البعض بأنه اهتمام زائد بالنظافة. وقالت فرح خلال لقائها في برنامج معكم التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية CBC: الوسواس القهري ليس مرضا نسخر منه، بالعكس هو مرض ينتحر الناس بسببه. ولدي 3 أنواع من الوسواس القهري، بأنني أقوم بأشياء لا تقوم بها جل البنات. واختتمت فرح الزاهد حديثها بالقول: الوسواس القهري ليس مجرد مرض، بل هو كابوس يؤذي حياة الناس، لافتة إلى أنه ليس مرضا للتباهي، والإصابة به تؤدي في كثير من الأحيان إلى الانتحار. المشاهد تيفي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.